يمكننا الجزم بأن كافة أو غالبية العظمى من الشعب العراقي قد تأثر بدرجة أو بأخرى. عندما نقول المجتمعات الأكثر هشاشة، فنحن نشير هنا إلى النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة لديارهم. نحن نشير إلى العوائل التي لا تملك معيلا، أو لربما العوائل التي لا تمتلك ما يكفيها، ما يكفي قوت يومها. فالأعداد كبيرة، يجب أن نركز أن الأعداد هائلة والحاجة ملحة للتدخل بصورة سريعة. كما يجب أن لا ننسى بأن تداعيات التغير المناخي، وما ذكرتموه في تقريركم، هو أمر جدا مهم ويجب الانتباه إليه. فإن التصحر وشحة المياه المرتبطة ببعض العوامل الأقليمية وطرق الزراعة صراحة البدائية، كل هذه تساهم في خسارة المزيد من الدوانم الزراعية الخصبة للتصحر وللملوحة التربة. وقد أدى هذا الأمر إلى تقليل الناتج من الحبوب بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، وهذا أيضا التأثير ملحوظ لحضراتكم طيب تجاه درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الترابية. طيب.